الباست ليكتشرز طبعا لاست ويك وي ستارتد اور شابتر 2 ولاحظوا شابتر 2 وي توكت اباوت اللي هم الديفرنت داتا موديلز اور ديفرنت ليفلز اوف ذا داتا موديلز والديفرنت ليفلز اوف ذا سكيما. السكيما اللي هي دائما بوت ان يور مايند اتس ديسكريبشن ليش للداتا اللي احنا بدنا نعملها ستورينج في الداتابيس. فالديسكريبشن يكون فيه له ليفلز سبورتنج الثري ليفلز تبعون الداتا موديلز، في عندنا الاكسترنال، في عندنا الكونسبتوال، وفي عندنا ايش الفيزيكال. اوكي، وحكينا انه ليش الثري ليفلز اوف داتا موديلز اور ثري ليفلز اوف سكيما موديلز انه تو سبورت تو موست امبورتنت ثينج ابستراكشن او الداتا اندبندنس، والشغل الثاني ديفرنت فيوز فور اليوزرز، يعني كل يوزر ويل هاف هيز اون فيو اوف ذا داتا بيز اللي هي ستورد اندر الدي بي ام اس. اوكي، طيب اليوم راح ناخذ اللي هو الداتا بيز لانجويج، هاو وي بيلت ذا داتا بيز. طبعا هذا بيهمنا احنا از بروجرامرز واز ديزاينرز فور ذا داتا بيز، ايش هي اللانجويج اللي راح نستخدمها في سواء عمليه كرييتنج ذا سكيما. ولاحظوا احنا بنعمل كرييت السكيما في الكونسبتوال موديل مش في اللي هو الفيزيكال موديل. اوكي، وايش هي اللانجويج اللي احنا نستخدمها في عمليه ريتريفينج وديلينج وذ ذا داتا بيز اتسلف. فاكيد كلكم عارفين انه حكينا عن هذا الموضوع اكثر من مره، اللي هي فور اكزامبل وي هاف ديفرنت لانجويج، اللي هي فور اكزامبل اول لانجويج اللي هي الداتا ديفينيشن لانجويج اللي بنختصرها في دي دي ال، وفي عندنا الداتا مانيبيوليشن لانجويج اللي بنختصرها في الدي ام ال. فانت كطالب او كديزاينر للداتابيز او ك ادمنستريتور للداتابيز، في عندك يعني جزء من اللانجويج اللي بتستخدمه اللي كلهم موجودين هذول، سواء كانت الدي دي ال والدي ام ال، طبعا هذول مش مختلفين عن بعض، هذول هم جزء من الاس كيو ال لانجويج. طب ايش هي الاس كيو ال لانجويج؟ اختصارا اللي هي الستراكشرد كويري لانجويج. ستراكشرد كويري لانجويج طبعا اي شيء بيتعلق في الداتابيز، يعني اي اوبريشن تتعلق في الداتابيز نسميها كويري. اوكي، سواء كنت بدك تعمل ريتريف لداتا او تعمل انسرت لداتا او ديليت لداتا او وات ايفر، فبنسميها ايش كويري. فهذه الستراكشرد كويري لانجويج طبعا انكلودز اللي هي الداتا مانيبيوليتنج لانجويج او المانيبيوليشن لانجويج والداتا ديفينشن لانجويج الدي دي ال. اوكي، طب ايش هي الجمل فور اكزامبل؟ يعني هي نفس كلها وان لانجويج اللي اس كيو ال لانجويج، والمفروض انه يعني فيري ايزي تو ليرن ات، يعني المفروض في اللاب تعلمها وتعلمها باي يور سيلف، وممكن ناخذ عليها شابتر بس نخلص اللي هي المواضيع الرئيسيه تبعتنا. بس حقيقه ايش هي الستيتمنتس او الاوبريشنز اللي ممكن نعملها باستخدام اللي هي الدي دي ال؟ اذا الدي دي ال طبعا تعمل ديفاين للداتابيز سكيما. فاذا الدي دي ال بتشتغل على مين؟ على السكيما تبعت الداتابيز. هاو تو كرييت السكيما تبعت الداتابيز، بنستخدم ايش اللي هي الداتا ديفينيشن لانجويج. لاحظوا احنا لما نعمل كرييت او ديسكريبشن اوف ذا سكيما، طبعا بتكون ايش هذه، احنا بنشتغل على الكونسبتوال موديل بس اوتوماتيكلي كمان ايش ات ويل افكت اللي هو الفيزيكال موديل. يعني اوتوماتيكلي انت قاعد تعمل ايش تشتغل الديسكريبشن تبع الداتابيز بيكون ايش داخل الكتالوج، فاذا ايش او داتا ديكشنري في الداتابيز. فاذا هذا لما تستخدم الدي دي ال حقيقه يو ديسكرايب ذا داتا، وهذا الديسكريبشن بتخزن في اللي هو في كتالوج او في اللي هو داتا ديكشنري. طبعا الداتا ديكشنري كونتين سمثينج كولد الميتا داتا. طب ايش الميتا داتا؟ الميتا اللي هي داتا اباوت داتا، يعني ايش اللي هي وصف او ديسكريبشن للداتا، اللي هي داتا تتعلق بوصف ديسكريبشن اوف اذر داتا، فايش بنسميها هذا المصطلح اللي هو الميتا داتا. اوكي، ذا سكيما اوف ا تيبل فور اكزامبل از ا ميتا داتا. طب ايش سكيما اوف ا تيبل؟ مين بحكي لي ايش السكيما اوف ذا تيبل؟ السكيما او الديسكريبشن تبع التيبل. يس بليز. كنت احكي انه بكون عنوان الجدول او عنوان الداتا تبعتي، كل اسماء الجداول هذا ديسكريبشن للداتابيز. الجدول نفسه اللي هو الفيرست
رو اللي هم الكولوم هيدنجز هذولا، هذا بيكون سكريبشن للتيبل نفسها. اوكي، فالسكريبشن للتيبل هذا ايش؟ سكيما. ايش هم الاشياء اللي لازم نحطهم في الفيرست رو او في الهيدنج للتيبل، وايش التايب تبعهم؟ هذا بنسميه ايش؟ السكيما. يعني فور اكزامبل الدي دي دي ال اكزامبل، طبعا اللي هو فور اكزامبل كرييت تيبل اسمها ستودنت. فاذا نحن عملنا كرييت اذا ايش؟ للتيبل ستودنت. فاذا صار في عندي سكيما للستودنت اللي بتكون كونستراكت من ايش؟ ايش الديسكريبشن تبعها؟ اول شيء بيكون في عندي الاس تي نام اللي هو الستودنت نمبر. اوكي، الاس تي ان او اللي راح يكون ايش التايب تبعه، فور اكزامبل نمبر اللي هو الماكسيمم لهذا النمبر 14 رقم. اوكي، يعني ممكن يكون اقل من 14 بس هو ايش؟ تو ماكسيمم 14 ديجيت. فاذا هذا ايش؟ وصف لمين؟ وصف لا اللي هي الستودنت. هاي سكيما تبع الستودنت اللي هي ايش؟ اللي هو اول اول اتريبيوت، او خلينا نسميه اول فيلد اللي هو ايش؟ الستود الاس تي نو. طبعا تقدر تسميه ستودنت نمبر، تقدر تسميه ايش بدك اياه، فاسمه بالاضافه للتايب تبعه هذا بنسميه السكيما اللي هو الستودنت. كمان الستودنت مكون من ايش؟ من فاصله طبعا هنا ايش؟ النيم. طيب النيم من ايش مكون؟ النيم عندي هنا النيم مكون، النيم مكون من اللي هي var char 20، يعني ايش؟ يعني مجموعه من الكاركترز الماكسيموم تبعهم كم؟ 20. فاذا هذا ايش؟ سكيما تبعت ايش؟ الستودنت، مكون من كل هاي الاشياء. وايش التايب تبعهم؟ البيرث ديت فور اكزامبل، ايش التايب تبعه؟ اوف تايب ديت. فهي بنسميها ايش؟ الجمله اللي كرييت هذه الاس كيو ال ايش بنسميها؟ اللي هي تابعه لمين؟ للدي دي ال ولا للدي ام ال؟ تابعه للداتا ديفينيشن لانجويج. اوكي، طيب فاذا الطريقه هذه عملت كرييت لتيبل وعمليه انك تغير في الـ في الـ في التيبل، فهذا كلياتها بنسميها تحت اللي هي مسمى الداتا ديفينيشن لانجويج. ما في فاصل حقيقي بين الدي دي ال والدي ام ال، يعني انه والله هذه دي دي ال وهذه، بس يعني هو عباره عن خلينا نحكي سيمانتيك سيبريشن، يعني بس بالمعنى، بس كلهم اسمهم اس كيو ال لانجويج. اوكي، طيب when you create a new table دكتور، يعني نقدر نحكي التايبس للاس كيو ال اللي هم الدي ام ال والدي دي ال؟ الدي دي ال والدي ام ال هم عباره عن ستيتمنت زي السي بلس بلس، يعني فور اكزامبل او زي الجافا سيستم اوت برنت، هذه ايش؟ ستيتمنت في الجافا. سي اوت هاي ستيتمنت في السي بلس بلس. اذا في عندي كرييت تيبل ستودنت، هذه عباره عن ستيتمنت موجوده في الاس كيو ال، بس هذه ايش بنحكي عنها؟ داتا ديفينيشن، لانها بتحكي عن سكريبشن للداتا. اوكي، فهذه عباره عن لانجويج، يعني زي البروجرامينج لانجويج، ولكن ايش؟ لانجويج خاصه في الداتا بيز، سبيسيفيك تو الداتا بيز. طيب لما نعمل كرييت لتيبل، طبعا لازم نعمل ابديت لاذر تيبلز في الداتا ديكشنري. ليش؟ لما نعمل كرييت لنيو تيبل لازم نعمل ابديت لكل التيبلز الموجودين، لانه حقيقه التيبلز ما بيكونوا مفصولين عن بعض، يعني ما بيكونوا سيبريتد فولي سيبريتد فروم ايتش اذر. يعني كل تيبل داخل الداتا بيز بتكون ايش؟ في ريليشن شيب بينها وبين ايش؟ الداتا بيز او التيبل الثانيه. عشان هيك لازم نعمل ايش؟ ابديت لباقي التيبلز. اوكي، طيب الداتا ديفينيشن لانجويج مين بيستخدمها حقيقه؟ بيستخدمها انت لما تعمل كرييت، بدك تعمل كرييت لداتابيز، لازم تتعلم اللي هي الداتا ديفينيشن لانجويج او الاس كيو ال بشكل عام. وممكن يستخدمها اللي هو داتابيز مانجمنت ادمنستريتور، اللي هو بنرمز له في الدي بي اي داتابيز ادمنستريتور. والديزاينر اللي هو انت، اللي هو ايش؟ تو ديفاين مين؟ الكونسبتوال سكيمه. يس، اذا هو بيعمل ايش؟ هذا اللي هو اللي بيعمل ديفايننج. الدي دي ال بتعمل ديفاين للكونسبتوال سكيمه. اكزامبل، هاي اكزامبل عندي فور اكزامبل، ايش اللي انت بعد ما استخدمت الدي دي ال بتكون عملت كرييت لكم تيبل؟ للستودنت تيبل وللكورس تيبل. طبعا احنا ما بنسميهم تيبلز، ايش بنسميهم؟ ريليشنز، لانه بنستخدم شيء اسمه ريليشنال موديل. ففي عندي الكورس، وفي عندي السكشن، وفي عندي الجريد ريبورت، وفي عندي البري ريكويست. هذول كلهم ايش؟ مكونين اللي هم ايش؟ الداتا بيس تبعتي، كلهم هذول تيبلز. اوكي، طب كل تيبل مكون من كم اتريبيوت او من كم كولوم؟ من اربع كولومز، وهي من اربع كولومز، وهذه من اربع كولومز. هذا كله ايش؟ بنعمله كرييت عن طريق الدي دي ال باستخدام جمله الكرييت اللي احنا شايفينها هون. يعني فور اكزامبل
هذا الستودنت، عملنا له كرييت، ومكون من كم كولوم. الكولوم الاول اللي هو الاس تي ان اللي هو ستودنت نمبر، الكولوم الثاني اللي هو النيم، والكولوم الثالث اللي هو ايش الديت. فاذا صارت عندي في ايش مكونه من 3، وانا حاط طبعا 4، يعني ممكن تعملها 4، ممكن تعمل قد ما بتحط هنا اتريبيوت قد ما بتكون عندك عدد الكولومز. اوكي طيب، الكولومز اللي هم الاتريبيوت كولومز، احيانا بنحكي كولومز احيانا بنحكي اتريبيوت نفس الشيء، احيانا بنحكي ريليشنز احيانا بنحكي تيبلز نفس الشيء. اوكي طيب، لما نيجي على الكولومز فور اكزامبل للستودنت اللي هو النيم مكون من كاركتر 30، يعني ايش ممكن تعبي فيه كاركتر لحد ال 30 كاركترز. فاركار طب الستودنت نمبر برضه هنحط لك اياه كاركتر، لانه اتفقنا انه ايش فور اكزامبل انه ايش الستودنت نمبر ممكن يكون نمبر او كاركتر مكون من 4. الكلاس اللي هو ايش بيكون انتجر 1، يا اي دونت نو يا 1 يا 2 ليش حطوه هنا الداتا تايب تبعه انتجر اي دونت نو واي. طيب لمين هذا بيكون تابع؟ كلهم هذول للستودنت. فاذا مش اللي هي الريليشن ستودنت او التيبل ستودنت مكونه من هذول الاربعه ايش الاربعه كولومز، كل واحد فيهم ايش الداتا تايب تبعه. هذا كلها ايش بنسميها اللي هي السكيما، او بنعملها عن طريق الدي دي ال. يس اللي بدي يسال تفضل يسال. دكتور بس ما فهمتش تبعت الريليشنال ايش اللي دخل بالنمبر؟ ريليشن وين ريليشنال؟ لا اللي هي التابل اللي فوق الريليشنز، انت حكيت في شيء ريليشنال مش ريليشنال اللي هو احنا بنسميهم مش تيبلز، هذول ايش بنسميهم ريليشنز، يعني ما في تسميه تيبل حقيقه. هي هم طبعا هم بيكونوا عباره عن تيبلز، يعني هاي ستودنت بتكون شكلها زي شكل التيبل لانه ايش مكونه من روز اند كولومز. اوكي فإذا يعني هنا بتقدر تحط relations أو tables مستخدمه نفس التسمية. فلما يحكي لك عن relations كل tables الموجودين في الداتابيز. لما نجي على columns كل table اللي هي for example table الأولى student إيش الكولومز تبعونا؟ فيها أربعة إحنا حكينا، هاي هم الأربعة اللي هو name والnumber والclass والmajor. طيب نيجي بعدين على course for example مكون من أربعة. course إيش هم الكورس؟ طبعا في الكورس name والكورس number وإلى آخره، نحطهم كلياتهم مع الداتا تايب تبعهم. هذه كلها بنسميها ايش اللي هي السكيما او الكونسبتوال سكيما. طب الكونسبتوال سكيما كيف عملنا لها كرييت باستخدام اللي هو الدي دي دي ال؟ طب ايش في اكزامبل على الدي دي ال؟ هسه حكينا لو كرييت تيبل ستودنت. طبعا هنا بما انك كنا طب بدنا نعدل بدنا نعمل نفس الستودنت هاي الموجوده هون، شو بدي اكتب؟ كرييت تيبل ستودنت مكون من مين؟ اول شيء من النيم، وبده يكون ايش اللي هو بار كار 30، بعدين فاصله، بعدين ايش بده يكون ستودنت نمبر اللي بده يكون كاركتر 4، بعدين فاصله، بعدين كلاس، بعدين ايش انتجر 1، بعدين فاصله، بعدين الميجر اللي هو ايش بده يكون فور اكزامبل اللي هو انا رافض انه في تايب اسمه ميجر تايب، وبنحط ايش الميجر تايب. فبصير عندي اربعه كولومز لهذه الستودنت تيبل زي ما هم موجودين هون بالضبط. اوكي هذا باستخدام اللي هو دكتور عندي سؤال لو سمحت، باستخدام جملة الكرييت اللي هي موجودة داخل الدي دي ال. تفضل دكتور. صح احنا قلنا عن البروبرتيز تاعون التيبل، صح في شغل اسمها النال ونت نال، ليش مش حاطينها هون؟ لانه ما في بكل بساطة، يعني طبعا هذا النال والنت نال ما حكينا عنها احنا اعتقد، بس لسه هذه كونسترينس كونسترينس يعني هذا كونديشن انه هذا هذا يعني هذا انه مسموح allowed to have null value او مش مسموح ان يكون ايش value. ففور اكزامبل يعني لسه ما اخذناهوش، بس هو بتقدر تحكي انه character 30 not null، يعني ايش يعني مش مسموح انه يكون فاضي، لازم يكون ايش في value معين. فهذا بنسميه constraint او condition، ما بنسميه ايش ما لهوش علاقه في ال طيب دكتور هسه لو عبينا مثلا عملنا داتابيس لعلامات تمام، والعلامات ما نزلت صح، لازم نحطها الصفه تبعتها نال بعديها تتعبى ولا طلع كيف؟ يعني انت الان في جمله الكرييت بتحدد، يعني طبعا احنا ليش هنا يعني احنا لسه لساتنا في المقدمه، بس هو بتقدر على كل واحده منهم هذولا انه تحط not null، يعني ايش مش مسموح انها تكون فاضية. في اشياء طبعا مسموح تكون فاضية، لما تركها زي هيك مسموح انها تكون فاضية، يعني لو ما حطيت فيها ولا اشي تكون قيمتها default null، الا اذا انك هي تلقائي بتحط null مقصود صح؟ yes.
تلقائي نال الا اذا انت حطيت فور اكزامبل الكي تقدر تحطه نال؟ لا، لانه الكي بيميز كل واحد على الثاني، فعشان هيك بنحكي له ايش نوت نال، هذا بنسميه ريستريكشن او كونسترينت. اوكي ما اخذناهوش لسه عشان هيك، بس الديفولت يس مسموح كل شيء تحطه نال، لان فور اكزامبل انا ما بعرف في فور اكزامبل ستودنت نيم بعدني، فخلص ما بدخله، فاوتوماتيكلي بيكون ايش نال. اوكي طيب، اذا هذه الدي دي ال. طب كيف من الدي ام ال؟ ايش هي الدي ام ال؟ الدي ام ال طبعا اللي هي داتا مانيبيوليشن لانجويج، واللي بيستخدمها طبعا طلع يعني من الاوبريشن نفسهم هذول الكويريز، بتعرف مين اللي بيستخدمها. طب ايش مستخدم الدي ام ال؟ انه بدنا نعمل ريتريف، يعني ايش ريتريف؟ نسترجع من الداتابيز انفورميشن ستورد ان ذا داتابيز. اذا بدنا نعمل ريتريف، طب ايش يعني ريتريف؟ اذا بدي استرجع اسمع كل الطلاب اللي ماخذين كورس معين، فور اكزامبل استخدم فور اكزامبل جمله سيلكت ستار سيلكت نيم فروم students where student course where course equal for example اللي هو database management system. فايش بطبع لك كل اسماء الطلاب اللي ماخذين database management system. هاي عمليه select ايش بنسميها؟ بنسميها retrieve. فاذا retrieve information ايش تابع لمين؟ تابع بتكون ل اوكي تكون تابعه لل DML، مش تابع على اللي هو تابع لل data definition language. بمعنى اخر انه خلص يعني ال DDL بتعمل كرييت للداتابيز داخل الداتابيز مانجمنت سيستم، وال DML ايش بتبلش تعمل؟ انسرت لهي الانفورميشن، بتدخل فور اكزامبل انسرت انتو ستودنت احمد والرقم 10 10 10 اند سو وات ايفر، بتعمل ديليت لا اللي هو ريكورد داخل هاي الداتابيز، تعمل موديفاي اللي هو تغير فور اكزامبل ابديت student name to علي where the student name the student number equal 111. فبتقدر يعني تغير في الانفورميشن اللي موجوده في الداتابيز اللي اوريدي ستورد في الداتابيز عن طريق الداتا مانيبيوليشن لانجويج. اوكي هذا الفرق بينهم. فاذا الدي دي ال بيشتغل على السكيما انه عملت كرييتنج للتيبلز او ريليشنز مع الكولومز تبعونهم، والدي ام ال اللي هو كل العمليات اللي ممكن ان احنا نعملها على الداتابيز، سواء كانت عمليه ريتريف للانفورميشن من هاي الداتابيز او كانت عمليه انسرت لنيو انفورميشن او ديليت انفورميشن، يعني نعمل ديليت لريكورد اند سو. اوكي فانا هذه ايش بنسميها الدي ام ال. لاحظ اجين مره ثانيه الدي ام ال والدي دي ال هما ايش؟ هما اس كيو ال. الدي دي ال بيعمل كرييت للسكيما، والدي ام ال بلش تتعامل مع الداتا الموجوده في الداتابيس. اوكي طيب اني كويستشنز سو فار؟ اوكي في عندي تو كلاسز طبعا من الدي ام ال. طبعا لما تتعلم لغه اللي هي الاس كيو ال لانجويج، في عندك الاس كيو ال وفي عندك شيء اسمه البي ال SQL، وهي كلها عبارة عن statements، يعني هي عبارة عن programming statements زيها زي C++ statements والجافا statements. بس هذول ايش مالهم؟ هذول زي ال HTML، يعني HTML HTML for example هذه خاصة في ايش؟ في الـ في الـ في الـ في الويب ديزاين. ال SQL هي specific language، يعني مكونة من عدد ضئيل جدا من ال statements، مش عدد كبير جدا، اللي هي لها علاقة بس في ايش؟ في عملية create للسكيما وعملية manipulate للداتا اللي في الداتابيز. اوكي فالدي SQL زي ال HTML الهايبر تكست لانجويج اللي تستخدم عشان نعمل اللي هم الويب بيز. اوكي بس هنا ال SQL تستخدم لعملية creating السكيما وعملية accessing الداتا اللي موجودة في الداتابيز. طبعا في عندي high level non procedural اللي هو data manipulation language. طبعا هذه ايش؟ احنا بنختار ايش هي الداتا از ريكورد من غير ما نحكي هاو تو جيت ات، يعني ايش فروم ويتش تيبلز ويتش باث ايش الاندكسنج تبعها اور وات ايفر. فاذا ايش هاي بنستخدمها ايش اللي هي الهاي ليفل نان بروسيجر لانجويج اللي هي داتا مانيبيوليتنج لانجويج. وطبعا هذه اكزامبلز عليها طبعا في الاس كيو ال. نقدر نعمل ريتريف لالوت ماني ريكوردز في جملة واحدة من الدي ام ال. يعني فور اكزامبل انت الان انت كطالب لازم تبلش اللي هو تتعلم
الاس كيو ال، يعني روح تعلم الاس كيو ال من الكتاب، اقرا شوف الاس كيو ال لانجويج. انه فور اكزامبل سيلكت ستار، ستار هذه اللي بتحطها معناته راح يعمل سيلكت لكل شيء موجود، وبتحط الكونديشن وير، بعدين هو ايش بختار لك ماني ريكوردز او ريتريف ماني ريكوردز ان ا سنجل داتا مانيبيوليشن لانجويج. ايش بنسميها هذه الهاي ليفل نان بروسيجوال لانجويج؟ بنسميها اللي هي سيت ات ا تايم اور سيت اورينتد. اوكي طبعا لاحظ انه الاس كيو ال، طب انت طب اوكي كيف ممكن نعمل اكسس للي هو للداتابيس سيستم وهي الحال دائما؟ من خلال الويب فور اكزامبل، او من خلال اللي هو جافا بروجرام، او من خلال اللي هي ال HTML using ال PHP. فاذا هذول الاس كيو ال ستيتمنتس وين ممكن نحطهم؟ نسميهم امبيدد، يعني نحطهم داخل ايش؟ داخل جافا ستيتمنت او داخل فيجوال بيسك ستيتمنت. فبتلاقي عندك انترفيس مكون من الجافا، انت عاملها في الجافا، وبتحط داخل الستيتمنت انه ايش؟ كونكت للداتابيز، وبعدين بتحكي له سيلكت من الداتابيز، وبتخزن الانفورميشن في فاريبلز وبعدين او في اوبجكتس، وبعدين بتعملهم ايش؟ ديسبلاي، او تعملهم اي شيء بدك اياه. تفضل. لما انا احكي هاي ليفل دكتور بستخدم يعني هاي ليفل لانجويج صح؟ لما احكي لو ليفل بستخدم الاس كيو ال، هيك المقصود؟ لا، الهاي ليفل يعني المقصود فيها ايزير، دائما الهاي ليفل ايش بيكون very easy to use، يعني ايش بيكون؟ يعني بيكون اقرب الى لغه المستخدم دائما، يعني اقرب الى الانجليش خلينا نحكي، يعني ما فيش تعقيدات انه how to get things. خلص مجرد ما تكتب select star from students معناته راح يطبع كل معلومات التيبل الموجوده في الستودنتس. اوكي كيف جابهم، من وين جابهم، which files which access files you don't care، يعني انت مش مهتم، انت high level تشتغل. اوكي يعني for example ايش الهاي ليفل واللو ليفل؟ خلينا نضرب اكزامبل لانه هذه ايش يعني كثير يعني ممكن تكون يعني فيها كونفيوجن. يعني فور اكزامبل يعني اللي هاي السياره، في عندك سياره اوكي، في عندك everybody have a car، او مش everybody، most of you، او كل واحد يعني كل عائله في عندهم ايش سياره. الان حقيقه انت لما يعني لما سبيد بدك تعلي السرعه للسياره، ما بتنزل تفتح الماتور وتدور على اللي تروح هذا وتصير تزود البنزين، بس تدعس على دعسة البنزين السيارة ايش بتمشي. هذا اسمه ايش؟ هاي ليفل. ليش هاي ليفل؟ انت ما إلك في التفاصيل الداخلية، انت إلك بس ايش في اللي هي الاشياء الخارجية الهاي ليفل، انك بس فور اكزامبل يو بوش ذا سبيد وهي من حالها ايش بتسرع السيارة. الديتيلز هذه اللي تحت اللو ليفل اللي في الماتور ما إلك علاقة فيها نهائيا، هذا بنسميه ايش؟ هاي ليفل. يعني بدون تفاصيل، يعني بدون ما حدد أحسن تفاصيل. من غير ما تدخل في التفاصيل نفسه، هذا نفس المبدأ الهاي ليفل اللي هو الابستراكشن. الابستراكشن انت ما يلك في الديتيلز اللي جوا، والله انا بدي اوقف السيارة، بدي اخليها توقف الان، ما بتروح تفتح هذا وبصير تدور على المحل البريكنج سيستم وصير توصل سيركتس وشي زي هيك، لا بس بتعمل بريكنج، انت بتدعس بريكنج خلاص بتوقف السيارة. اوكي هذا هاي ليفل. ايش صار داخل؟ هذا ابستراكشن، يعني انت قاعد تشتغل من برا بس حقيقه الديتيلز اللي جوا انت ما لك علاقه فيها نهائيا. فهذا المقصود في الهاي ليفل او الابستراكشن ان جنرال. فالهاي ليفل اوكي، انا بدي اختار في الهاي ليفل في الداتابيز اي وانت تو برينت اول ستودنت نيمز، كل اسماء الطلاب اللي في جامعه البلقاء التطبيقيه، سيلكت ستار فروم اللي هي تيبل. خلاص ستار ايش معناته؟ كل المعلومات اللي موجوده في التيبل في الستودنت. فاذا ايش التفاصيل، من وين جابهم، ايش الاندكسنج عليهم، ايش هو الار 3 اندكسنج، ايش الاكسس باث، على اي فايل يروح، هذه كلها ايش ما لك علاقه فيها نهائيا. فاذا هذا ايش بنسميه؟ هاي ليفل اور نون بروسيجرال اللي هو داتا مانيبيوليشن لانجويج. اوكي وبرضه ايش بتكون هذه اللي هي زي ما حكينا ممكن نستخدمها هذه الستيتمنت، نستخدمها داخل اللي هو الاذر لانجويج، يعني الفيجوال بيسك ممكن كمان تتعامل مع الداتابيز مانجمنت سيستم. طب كيف تتعامل؟ مش مباشره، لازم نحط داخلها اس كيو ال ستيتمنتس اللي هي سيلكت وانسرت والتر وديليت، كل ستيتمنتس راح نتعلموها في الاس كيو ال لازم تحطها داخل السي بلس بلس او الجافا ستيتمنت حتى تعمل ايش؟ اكسس للداتابيز مانجمنت سيستم. اوكي
فاذا هذه ايش الهاي ليفل بروسيجرال لانجويج، وفي عندنا اللو ليفل اور بروسيجرال داتا مانيبيوليشن لانجويج. طبعا هاي لو ليفل مش مشتغل يعني على مستوى اللي هو فيري لو يعني، بس هي بتكون يعني نفس الداتا مانيبيوليشن لانجويج بات يو سبيسيفاي هاو تو جيت ات، يعني ايش انت بتريف طبعا سبيسيفاي داتا از ريكوارد اند هاو يو جيت ذوز داتا ذيس داتا، كيف بدك تجيبهم من وين، ايش بدك تستخدم الاندكسينج على مين حتى تحصل على هذا الفايل او على هذا الريكورد من اي فايل. اوكي ايش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم حقيقه انه هاي از يوزد باي ايفري ون وكان بي امبيدد انتو اني لانجويج. اللو ليفل ات ويل دو ذا سيم، بس حقيقه هذه ويل افكت انه اذا بدك سبيسيفيك انفورميشن، عشان هيك ايش بدك تعمل برنامج خاص فيك او هاو تو دو ريفيو او هاو تو جيت ذا ريكورد اكزاكتلي. فانت بتبذل ايش جهد اكبر في اللو ليفل لانجويج وبنسميها وبتعمل لك يعني ما بتقدر تعمل ريتريف لكل الريكوردز ات ذا سيم تايم، تعمل لك ايش وان ريكورد ات وان تايم. اوكي ففي عندنا ايش اسمه بي ال اس كيو ال وفي عندنا ايش اسمه الاس كيو ال. طبعا ايش الاسهل؟ واضح جدا اللي هي كل ما كان الهاي ليفل هاير بيكون اسهل. فاذا ايش عندك الاس كيو ال از فيري ايزي، وطبعا هذه فيها اوبريشنز اكثر طبعا، بس هذه ايش بتكون اسهل فور يوزينج، والاوبريشنز تبعونها بيكونوا كومن. هذه بتكون الاوبريشنز تبعونها اكثر ولكن ايش مور كومبليكيتد من الاس كيو ال العاديه. ففي عندي تنتين اللي هو لو ليفل اور بروسيجرال دي ام ال اللي هي اكزامبل ال بي ال اس كيو ال، وفي عندي الاس كيو ال. فالتنتين هذول ايش ممكنك تستخدمهم في التعامل مع اللي هي الداتابيز سيستمز. وفي عندنا لانجويج طبعا هذه خاصه في مين اللانجويج هذه، طبعا يمكن انتم ما تشتغلوش فيها او حتى ما تتعلموهاش نهائيا، اللي هي نسميها داتا كنترول لانجويج. هاي ايش بتكون يعني زي الكوماند برومبت او الدوس، يعني اذا احنا بنشتغل ويندوز فاحيانا في الكوماند الدوس سابقا اللي هي الكوماند ويندو، يعني تحط فيها ايش يعني اوامر معينه للكنترولينج للويندوز. فإذا هذه بتعامل معها بس مين الادمن، اللي هي زي شاشة المخرجات صح دكتور، اللي هي الكوماند برومبت زي الشاشة السوداء تبعت الويندوز اللي هي اسمها ايش الكوماند برومبت، اللي هي هذه لمين تكون الاكسبيرينسز، يعني بتكون لمين للداتا كنترول لانجويج اللي هي لمين تكون الادمنستريتور فقط. اوكي طيب ايش من لانجويج تبعون الداتابيز؟ لما نحكي له عن سيلكت يعني ايش بدي اعمل ريتريف لداتا، لما نحكي له انسرت بدي اعمل اخزن ريكورد في الداتا، ابديت بدي اغير على ريكورد، وديليت وميرج بدي اعمل فور اكزامبل تو تيبلز اعملهم ايش ميرج مع بعض يعني اخلطهم اسويهم وان تيبل. هذا كله ايش بنسميهم هذول الاوامر هذول. طبعا كل امر من هذول فيه له سنتاكس معينه بدك تتعلمها يعني يو هاف تو ليرن. هذول نسميها ايش داتا مانيبيوليشن لانجويج او دي ام ال. لما بدنا نحكي كرييت يعني ايش اي شيء بتعلق فيه اللي هو ايش مواصفات التيبل السكيما تبعت الداتابيز، اذا تصير اسمها ايش الدي دي ال اكزامبلز عليها. لما نعمل كرييت للتيبل، لما نعمل التر للتيبل نغير، لما نعمل دروب للتيبل كامله فور اكزامبل نحذفها، لما نعمل رينيم لاي شيء نغير اسمه، انت قاعد تغير على السكيما حقيقه على الديسكربشن. لما تعمل ترانكيت يعني تقص جزء معين من اسم معين او من ريكورد معين، لما تعمل كومنت، هذا كلها ايش نسميها هاي كلها بتشتغل على السكيما، وكل واحدة فيها سينتاكس معين، وهذه انت كمان لازم تتعلمها كديزاينر يعني مو شرط الداتابيز ادمنستريتور، انت لازم تتعلم هذول الاوامر اللي هي في الدي دي ال وفي البي وفي الدي ام ال. وفي عندنا اللي خاصه فور اكزامبل للداتا كنترول لانجويج اللي خاصه في الادمنستريتور اللي هي جرانت. ايش يعني جرانت فور اكزامبل؟ انه يعطي اكسس ليوزر معين انه يعمل اكسس لهي الداتابيز. الجرانت هذا بتضمن انه ريد رايت يقرا جزء من الداتابيز كل الداتابيز، ريفوك يلغي اللي هو ايش عكس الجرانت. هذول كل التو ستيتمنتس هذول ايش مالهم متعلقين في البريفليج تبعت الداتابيز. مين اللي بيعطي بريفليج انه الواحد يعمل اكسس للداتابيز؟ اللي هو الادمنستريتور. هذول ايش بيكونوا اسمهم داتا كنترول لانجويج. اوكي والداتا كنترول لانجويج زي ما حكينا هي بتكون خاصه في الادمنستريتور اولي.
إذا خلاصة you need to learn SQL اللي هي في منها جزء ال DDL اللي بيشتغل على السكيما تبعت ال database وفي عنا ال DML اللي هو بيشتغل على اللي هي records المخزنين في ال database. أوكي طب مين هم ال users تبعون ال database؟ منطقيا أول واحد بيستخدم ال database مين هو؟ طبعا ال database data analyzer. ليش analyzer؟ لأنه لسه ما في عنا database. فعشان هيك الاناليست ايش بيسوي؟ يعني اي واحد بيحكي لك بدنا نعمل داتابيز لا فور اكزامبل لجامعه البلقاء التطبيقيه، بدنا نعمل داتابيز للي هو المراكز الصحيه الموجوده في الاردن، بدنا نعمل داتابيز للهوسبيتالز، بدنا نعمل داتابيز للي هم المرضى بدنا نشافيهم تبعون الكورونا، بدنا نعمل الداتابيز للي مرضوا وطابوا مع الاعراض تبعونهم والتبار. فالداتابيز يعني هي عباره عن فكره في البداية بتكون، عشان هيك مين يتولى هذه الفكرة اللي هو السيستم أناليست اللي ببلش يعمل إيش، يجمع كل المعلومات وبروح يعمل أنالايز للسيتويشن للبنك فور إكزامبل البانكينج سيستم، وبشوف كيف بيشتغل البنك، إيش الموظف الأشياء اللي بيقوم فيها، إيش الكاستمر الأشياء اللي بده يعرفها والمسموح له يعرفها، إيش الأمبلويي اللي هو ممكن يعملها، وكل هاي الأشياء اللي هي بيجمعها مين؟ سيستم اناليست. طبعا ليش سيستم اناليست؟ لانه لازم يفهم هذا السيستم ويعمل انالايز لكل اوبريشنز موجوده. فاذا حقيقه السيستم اناليست لازم يجمع كل الانفورميشن حتى نعمل الداتابيز سيستم، ولازم يجمع كل اللي هو البروسيسنج نيدز، كل الاوبريشنز اللي هم مسميهم البيزنس رولز تبعت هذا السيستم. وبعدين ايش بيعمل specification، يعني ايش ببلش يعمل specification عن كل هاي الانفورميشن، يعني في معلومات تكون ضرورية جدا، في معلومات تكون غير مهمة نهائيا. طب كيف بيجيبها؟ بيجيبها عن طريق اللي هو بيعمل interviewing مع اللي هم اللي بيستخدموا هذا السيستم على ارض الواقع، بيشوف البيزنس رولز تبعهم كاملة ايش هم، بيشوف ايش requirements لهذا السيستم، كل هاي الاشياء بيجمعها اللي هو السيستم analyst، وهذه بحدد بعدين السبيسيفيكيشنز تبعت السيستم كيف راح يكون، يعني ايش هو ايش اللي should be stored in this database، وايش هي الاوبريشنز اللي لازم نسمح فيها بين ايش في هذا على هذه الانفورميشن، وايش الريليشن شيب بتوين هاي ايش كل انفورميشن والثانيه. اوكي فاذا هذا كله ايش بيكون شغل السيستم اناليست. فالسيستم اناليست حقيقه هو يعني اهم، يعني اهم شغل حقيقه في اللي هو في عمليه الداتابيز مانجمنت بيلدينج اور كونستراكتنج. واكيد لازم يكون ايش يعمل دوكيومنتيشن دوكيومنت ذا سبيسيفيكيشنز. اوكي بعد ما اخلص انالايز السيستم بحكي اوكي وي ويل ذس سيستم ويل كونسيست فروم اللي هو فور اكزامبل امبلوي فروم الكلاينت فروم اللي هم المانجرز فروم المانجر والمانج ويل هاف ذس بريفليج وكل هاي الاشياء. فاذا سيستم اناليست هو اول واحد ايش بيعمل انالايز للسيستم بيفور ذا سيستم ايفن هاف بين كرييتد هاز بين كرييتد. اوكي يعني حتى السيستم لسه مش موجود مين ببلش يعمل انالايز للسيستم اناليست، او اذا كان السيستم موجود وده كمان له ابجريد فاذا هو ايش كمان بيشوف السيستم اللي موجود مع البيزنس رولز على اساس انه يعمل ايش ابجريد لهذا السيستم. اوكي طيب اذا هذا هو ايش سيستم اناليست. بعد بيستلم من السيستم اناليست مين هو اللي هو الداتابيز ديزاينر. الان انت كطالب سي اي اس انت مطلوب منك تكون اناليست، ومطلوب منك تكون ديزاينر، ومطلوب منك تكون ايش ديفلوبر ات ذا سيم تايم، يعني كل هالاشياء لازم انت تكون قادر انك تعملها. طبعا هاي بتكون العمليه one person او عمليه اللي هو ايش تيم. طيب الداتابيز ديزاينر ايش بيسوي؟ زي ما حكينا قبل شوي بيشتغل على الكونسبتوال موديل، بيشتغل على الكونسبتوال سكيما، بده يقرر كل هذا الحكي على ضوء الدوكيمنت اللي استلمه او السبيسيفيكيشن اللي استلمها من السيستم اناليست. فاذا الديزاينر هو بيقرر السكيما وبيقرر الداتا موديلز وبيقرر الريليشن وبيعمل الاي ار دياجرام وبيجهز ايش اللي هو الكونسبتوال موديل اللي حكينا عنه سابقا. طيب بعد هيك بيجي عنا اللي هو الابلكيشن،
ديفلوبر او البروجرامر. البروجرامر ايش ببلش يعمل؟ يستخدم الدي دي ال ويستخدم اللي هي الدي ام ال علشان ايش يعمل؟ اللي هو ديزاين او خلينا نحكي امبلمنت للداتابيز. فببلش يعمل كرييت للتيبلز، ببلش يعمل كرييت للريليشن شيب، للكونسترينتس، انه ذيس از كان بي نال، ذيس از كانت بي نال، هذا برايمري كي، هذا مش برايمري كي. فكل هذا يوزنج الدي دي ال والدي ام ال بيكون ايش مهمه البروجرامر انه يعمل كرييت للداتابيز. الان بضل عندي في جميع الجهات، حتى بضل عندي دائما وابدا اللي هو الداتابيز ادمنستريتور، اللي الداتابيز ادمنستريتور اللي هو دائما بضل يعمل مينتينس للداتابيز. يعني حقيقه حتى لو انت عملت الان في جامعه البلقاء داتابيز وعملت اناليست وعملت بروجكت واستخدمت الاوراكل تبعت الجامعه، بس بضل عندي الموظفين اللي اسمهم داتابيز ادمنستريتورز اللي لهم ايش دائما بيكونوا اللي هم بيشتغلوا على خلينا نحكي اللي هو على كل الليفلز، مو بس الكونسبتشوال، بيشتغلوا كمان على الكونسبتشوال موديل، وبيشتغلوا كمان على اللي هو احيانا على اطلاع على الفيزيكال موديل. فاذا ايش مهمات الداتابيز مانجمنت ادمنستريتور؟ سكيما ديفينيشن، طبعا هذا مو شرط بس الادمنستريتور، يعني حتى اللي هو الديزاينر ممكن ايش يعمل كرييت اللي هو السكيما طبعا تبعت اللي هي الداتابيز باستخدام اللي هو داتا ديفينيشن لانجويج. بس الادمنستريتور هو اللي بيحدد الاستورج ستراكشر والاكسس ميثود ديفينيشن. الاكسس ميثود المقصود فيها اذا سمعت في كلمه الاندكسنج، الار 3 والبي 3 وهي الاشياء، كيف تعمل اندكسنج للانفورميشن اللي في الداتابيز عشان نعمل فيري فاست ريتريفنج. هذا الحكي مين بيحدده؟ له الادمنستريتور. الفيزيكال organizational modification، إذا في physical files والsize والfiles how they are organized، هذا كله الشغل database administrator. granting of authorization of data access، إنه أنا إيش بعمل grant لهذا الشخص إنه يعمل access للdatabase أو أعمله revoke إنه إيش stop his accessing، هذا إيش database administrator. routine maintenance، مين اللي بيعملها؟ إنه لازم تعمل backup للdatabase عشان إيش ما نضيعش الdatabase. فإذا هذا إيش كل هاي الاشياء بالديكلي باكينج اب للداتابيز، هذا شغل الادمنستريتور. انشورينج انه في عندك الديسك سبيس از افيليبل، يعني في عندنا في سبيس للداتابيز فور اور فور فيوتشر ستورينج للداتابيز. غير هيك مونيتورينج الجوب للداتابيز، احيانا في اتاكينج بيكون للداتابيز، انه في سم جوبز بيعملوا ايش ا لوت اوف كوماندز عشان يعملوا ايش اللي هو فيلر للسيستم. يعني بضل يعمل ريكوست 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 كويري كويري سيلكت 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 على اساس انه يعملوا ايش. هو شود مونيتور الجوبز، يعني بشوف مين اللي قاعد بيستخدم الداتابيز وكم بياخذ سبيس وشو اللي قاعد بيعمله بالضبط. هذا بنسميها مونيتورنج. هاي كلها مهام ليش ادمنستريتور. فيعني واضح جدا ان الادمنستريتور لازم يكون في عنده خبره كبيره جدا، ولازم يكون سمارت، ولازم يكون ايش اكسبيرينس، ولازم يكون يعني بتعدى معلوماته المساق هذا تبع من اخذه والمساق الادفانسد والمساق الثالث، فراح يكون يعني هو فهمان الداتابيز اكزاكتلي فيزيكلي اند لوجيكلي على كل الليفلز. طبعا الاند يوزرز تعدش، وي هاف ا لوت اوف اند يوزرز. طبعا في عندنا فور اكزامبل السوفيستيكيتد يوزرز اللي هم هذول حقيقه يعني ما في انترفيس بينهم بين الداتابيز، يعني بيستخدموا الداتابيز دايركتلي. اوكي، يعني بيستخدموا ايش اللي هي الدي ام ال عشان ايش يعملوا اكسس للداتابيز. هذا بنسميه سوفيستيكيتد يوزر. في النيف يوزرز اللي هم بيستخدموا ابلكيشن بروجرام، يعني بيستخدم الجافا، بيستخدم البي اتش بي عشان يعمل اكسس، اللي هم زي الكلاينتس لما بدك تروح تدور على كتاب معين في لايبرري يوزنج الويب ديزاين والانترنت، فانت بتعمل اكسس للداتابيز فانت اسمك نيف يوزر. فاذا ايش بتستخدم انترفيس معمول لك جاهز عشان تعمل اكسس، فبنسميها ايش النيف يوزر. فالآن أنت كطالب تعمل أكسس للداتابيز مانجمنت سيستم تبع الجامعة بنسميك النيف يوزر. أوكي طيب، فإذا الصورة الكاملة للداتابيز الآن بصير لنا بهاي الطريقة. هاي في عندي الداتابيز مانجمنت سيستم ومخزن في داخله شغلتين اللي هي الداتابيز نفسها، الداتا الميتا داتا، الميتا داتا اللي هي ديسكريبشن تبعت الداتابيز. السوفيستيكيتد يوزر اند يوزر مباشرة بعمل اكسس للداتابيز مانجمنت سيستم دايركتلي، زيك انت لما تصير تشتغل في اللاب وتعمل اكسس للاوراكل باستخدام السيلكت فانت بتصير اسمك سوفيستيكيتد. النيف يوزر
بيستخدم ابلكيشن بروجرام، بيستخدم انترفيس معمول في الجافا في البي اتش بي في واتيفر عشان يعمل اكسس للداتابيز. اوكي طيب كمان مين كمان مستخدمين في عندي الابلكيشن بروجرامر هو اللي بيعمل هاي الانترفيس عشان النيف يوزر يعملها. يعني انت لازم تعمل جافا انترفيس، اليوزر بيدخل في الانترفيس هذه جرافيكال يوزر انترفيس ايش اللي بده اياه من الداتابيز، وبيستخدم الداتابيز عن طريق الابلكيشن او الانترفيس اللي عملها الابلكيشن بروجرامر. اوكي بس لا ننسى انه دائما بتبلش في مين طلع، يعني هذا رسمي يعني مش شاب يعني هيز اولد مان، لانه السيستم اناليست لازم يكون كمان سمارت وعنده اكسبيرينس حتى يعمل يجمع سبيسيفيكيشن للسيستم، وبعدين ايش يجي الديزاينر يحدد ويعمل ديزاين باستخدام الدي دي ال، وبعدين ايش بيجي الابلكيشن بروجرام ببلش يستخدم في اللي هو امبلمنت اللي عمله الداتابيز ديزاينر. اوكي فاذا هذه هي الصوره العامه للداتابيز واليوزر تبعونهم واللانجويج تبعونهم. Any questions so far? طيب I hope you didn't sleep yet. تكون خلصنا chapter 2، راح ناخذ يوم الثلاث القادم ان شاء الله تعالى chapter 3. ممكن تكون ايش اللي هي تكون متزامنه او غير متزامنه، we don't know. Tomorrow we will decide. Okay. بس لو بتكون محاضرتنا هيك chapter 2 اللي هم اليوزرز والانترفيسز تبعت اللي هي اليوزرز واللانجوج تبعت الداتابيز. Next class we continue in chapter 3 ان شاء الله.